المهرجان الوثب الختامي الذي تنطلق فيه هذه الأسماء. أسعد الله صباحكم جميعا في تواصل أشواطنا، وينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته ثامن أشواط صباح هذا اليوم الخاص بالجعدان اللقاية المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل بشعارات أبناء الخليج القادمين إلى ميدان الوثبة عاصمة الميادين لتتواصلوا مع الفوز والناموس. انطلق الشوط بأعداد كبيرة وهائلة وشعارات تشكلت في ألوانها في عالم الأصالة لتبحث عن الناموس. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط مشاهدين متابعين الكرام. يتقدم الجعدان اللقاية المهجنات ويقودهن بالمركز الأول في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. هذا هو البتال يقود المشاركين، وعبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري يسيطر على مقدمة الشوط، بينما يليف المركز الثاني. المركز الثاني يتقدم هنا وياتي الباسل، الباسل لفلاح بن سعيد بن فلاح الذي ينطلق على مقدمة الشوط وعلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز وياتينا حطام تعود ملكيته لمشعان بن محمد بن حبيب العتيبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتقدم في رابع المراكز وياتي هنا شاهين لرامس بن محمد بالضبيب العامري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم في خامس المراكز في هذا الاندفاع وهذا التواصل الجميل في هذه اللحظات. وصل 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 هناك، وصل في هذه اللحظات مطفي لحمد بن محمد بن مبارك العفاري على المركز الخامس، بينما المركز السادس شوف الدخول وشوف الانطلاق من النايف لأحمد بن محمد بن راشد الطنيجي. المركز السابع في هذه اللحظات ووصل في سابع المراكز مدلل لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. المركز الثامن شوف الدخول وشوف الانطلاق في هذه اللحظات والوصول على المركز الثامن في هذه اللحظات. وصل هيمان لخليفة بن محمد بن يابر المنصوري. المركز التاسع في هذه اللحظات شباب لفيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. المركز العاشر في هذه اللحظات وصل هنا وتقدم في هذه اللحظة الأسد. وصل الأسد في هذه اللحظات وياتي مبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. هذه النتيجة لهذا الشوط للعشرة المراكز في الجعدان المهجنات الأصايل في شوطنا الثامن في هذه الأعداد وهذا السيل الجارف والمنطلق مع عالم الأصالة في عاصمة الميادين وعبر شاشة ياس الرياضية الذي تنقل هذا الحدث بكل أداء جميل وانطلاق رائع في هذه الأسماء وهذه الشعارات. نعود إلى المركز الأول والبحث عن السيارة وعن ناموس هذا الشوط. يتقدم النايف على مقدمة الشوط، يقود الجعدان أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما يليف المركز الثاني وياتي هيمان لخليفة بن محمد بن يابر المنصوري على ثاني المراكز في هذه الانطلاقات وهذا الاندفاع، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هذا مياس لخليفة بن علي بن جاسم الشامسي على المركز الثالث في هذه الانطلاقات، بينما المركز الرابع شاهين رامس بن محمد بن ضبيب العامري على المركز الرابع. شعار بن دري من الجانب الآخر يتدخل على
على المركز الخامس. الله يا هذا السيل، الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الشعارات. وصل مبلش، وصل مبلش علي بن بطحان بن سالم بن فهيده المري، المري وصلت الأسماء، تقاربت، وصل هذا السيل وهذه التحديات. نعود نعود هناك يا بن مية مع الكيلو الأخير، مع المراكز الأولى، مع الانطلاق الأول في هذا المسار. ولا زال اللي مسيطر، اللي مسيطر مشاهدين الأعزاء هنا 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 النايف، النايف أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي مسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وغير مشاهدين الأعزاء. مياس 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 خليفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي حامل شعار الصعب في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، شوف عاد الطنيجي مرة ثانية، عاد الطنيجي النايف أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، ووصل في هذه اللحظات، وصل مبلش لعلي بن بطحان بن سالم بن فهيده المري، المري والخيال الطنيجي. الطنيجي مصر على السيارة، مصر على الناموس. الله يا سلام يا سلام يا سلام، يضيف السيارة الثانية في رصيده في رصيده في رصيده. وسلام سلام مشاهدين الأعزاء للعين على هذا الفوز، على هذا الناموس، أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على هذا الفوز. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل في مبلش لعلي بن بطحان بن سالم فهيده المري، والمركز الثالث وصل في المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي وصل في المركز الثالث اللي هو هيمان، هيمان الخليفة بن محمد بن يابر المنصوري. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات هذا ظبيان لسعود بن علي بن حمد المحيربي أو المحاربي. بينما المركز في هذه اللحظات وصل في المركز الخامس هذا هو قاصد تعود ملكية الحسين بن محمد أو حسن بن محمد بالثيمة العامري. هذه النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، والتوقيت الأفضل في هذا الصباح مع الطنيجي النايف أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، قطع المسافة في 6 دقائق، في 7 دقائق و31 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا يا الطنيجي على هذا الفوز المستحق. بينما المركز الثاني التوقيت الزمني 7 دقائق و31 ثانية و8 أجزاء من الثانية اللي هو مبلش، تعود ملكيته لعلي بن بطحان بن سالم الفهيد المري. بينما المركز الثالث التوقيت الزمني 7 دقائق و32 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هيمان لخليفة بن محمد بن يابر المنصوري. تهانينا والناموس.